في هذا الفيديو سوف نشارك معكم آخر أخبار بوليود، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شاركت مصممة الديكور الهندية سوزان خان زوجة النجم الهندي هرتيك روشان السابقة صور من إجازتها في العام الجديد في جوا مع صديقها أرسلان جوني، وكذلك مقطع فيديو. وقد شهدت وهي تبدو مذهلة كما كانت دائما وترتدي بلوزة سوداء بلا أكمام. أما أرسلان فقد اختار قميصا أخضر مطبوعا، ويحتوي الفيديو على العديد من الصور في أوضاع ومواقع مختلفة. وعلقت عليه سوزان يوم 2/1/2023 مرحبا، بداية جديدة بكل ابتسامتنا وحبنا. هذا بمجرد مشاركتها الفيديو قام أصدقاؤها ومعجبيها بالكثير من التعليقات. وقد أطلق عليهم الزوجان الجميلان. وللإشارة فإن سوزان خان قد انفصلت عن زوجها هرتيك روشان في شهر جانفي 2013 بعد علاقة حب قوية لما يقرب 4 سنوات قبل الزواج الذي دام لمدة 17 عاما، وقد انفصل رسميا. ومع ذلك لا تزال تشارك في علاقة ودية مع هرتيك، فالزوجان السابقان يشتركان في تربية أطفالهما. ومن جهة أخرى احتفل زوجان بولود إشوايا راي باتشان وزوجها أرهيتشيك باتشان بالعام الجديد مع ابنتهما أراديا باتشان. وقد شاركا الصورة مع معجبيهما الذين شاركوهم أيضا نفس الشيء على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي الصورة شهدت إشوايا راي وأراديا التوأمان بمعاطف سوداء، بينما كان أرهيتشيك يرتدي هودي أحمر مع معطف وسروال رياضي. هذا وبعد عودتهم من إجازة رأس السنة الجديدة دارت العائلة في مطار مومباي صباح يوم الثلاثاء. وقد شهدت إشواليا وهي تمسك بيد أراديا وهم يسيرون باتجاه سيارتهم. وقد علق مستخدم الإنترنت والتقطوا صور إشواليا وهي تمسك بيد ابنتها أثناء تجولها في المطار. وقد انتشر مقطع فيديو إشواريا وأراديا وأرهيتشيك وهم يمشون في المطار، وارتدت إشواريا ملابس غير رسمية سوداء بينما كانت أراديا ترتدي قميصا ورديا وسروالا أسود، وهم يتحدثان معا بسعادة. وللذكر لم يستطع مستخدمو الإنترنت منع أنفسهم من التعليق على المنشور حيث كتبوا: يجب أن يذكر الأشخاص الذين يعلقون ويشكون من إمساك يد ابنتها أنها تحميها فقط، وأن كل أم على وجه الأرض لديها ذلك المولودة والشعور تجاه طفلتها، وماذا في ذلك؟ لا تمرر تعليقات سيئة لمجرد أنها من المشاهير. No place I'd rather be than here with you. That's all I need. There's no one I'd rather see close to me.